الخدمه المجتمعيه والتنميه يا رئيس اسماعيل عبد المنعم. نائب رئيس المعيار دكتور حسن ابراهيم دروه. الطلاب والخريجون الدكتورة مؤيد منير اللمعي. الدكتورة شهيرة عبد الفتاح. الدكتورة إيمان. السيدة الأستاذة الدكتورة سعدية عبد الفتاح. السيدة الأستاذة الدكتورة أمل عرفات. والتعلم والتسهيلات المادية الداعمة السيد الدكتور جورج ميشيل. معيار أعضاء هيئة التدريس السيد الأستاذ الدكتور حمدي فتيح. المعيار الدكتور أحمد عبد اللطيف. معيار البحث العلمي والأنشطة العلمية الأخرى رئيس المعيار الأستاذ الدكتور حسني عبد اللطيف. الدكتور عادل النبديتي. الدكتورة مروة البلداجي. معيار الدراسات العليا رئيس المعيار الأستاذ الدكتور أمينة علي دسوقي. الدكتورة هايدي جلال عبد الرحمن. الدكتورة هناء محمد فاضل. السيد الدكتور أحمد صلاح. معيار التقويم المستمر للفاعلية التعليمية رئيس المعيار الأستاذة الدكتورة زمزم حسن عبد الواحد. الدكتورة أمنية السيد الجيلاني. الدكتورة مروة عبد المنعم محمد.
التكريم الثاني هي المساعدة الكبيرة في هذه الحفلة السيدة المهندسة رانيا عبد الفتاح عبد العزيز. الفريق الإداري الأستاذ غريب الشحات. الأستاذة حنان السيد. الأستاذ حسام حافظ. الأستاذ وليد النخيلي. الأستاذ عاطف حداد. الآن تكريم الجهاز الإداري بالكلية ونبدأ بمكتب السيد أمين الكلية السيد المهندس أمين الكلية مدحت أحمد خليفة. والآن لحظات فقط لالتقاط صورة جماعية لأعضاء فريق الجودة ثم العودة لاستكمال مراسم التكريم. مكتب شؤون الطلاب السيدة الأستاذة سوسن رجب. مكتب رعاية الطلاب السيدة الأستاذة وداد محمود. مكتب شؤون الخريجين السيدة الأستاذة شادية محمد حمدان. مكتب الدراسات العليا السيدة منار الهدى عبد الحميد. مكتبة الكلية السيدة نجوى شوقي. جميلة والله. مكتب وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة السيدة أنصاف السويكي. وحدة الاي تي بالكلية الدكتورة أمنية كيلاني. وحدة المعمل المركزي الدكتور محمد الشبراوي. يتسلمها نيابة عنها الدكتورة وفاء بالمعمل المركزي. مكتب شؤون المجالس الأستاذة أمال فتحي. مكتب شؤون أعضاء هيئة التدريس الأستاذة ضياء السيد. مكتب شؤون العاملين الأستاذة منى عبد الرازق. مكتب الشؤون الإدارية الأستاذة إيمان برهام.
الأوقات الأستاذة أماني عباس. مكتب الشؤون المالية الأستاذة إلهام عبد الفتاح. مكتب المتابعة الأستاذ السيد شعبان. مكتب الأمور المتغيرة الأستاذ أحمد السيد عطية. مكتب المشتريات الأستاذ طارق عبد العظيم. الخزينة الأستاذ مصطفى رشاد. مكتب الصيانة الأستاذ خالد عبد الكريم. مكتب المسطحات الأستاذ مصلحي عبد الرحمن. مكتب المخازن الأستاذة سعدية عدريس. مكتب الحملة الأستاذ حسن محمود. مكتب التصوير الأستاذة نادية صابر. مكتب العلاقات العامة الأستاذ أشرف كمال. إدارة المزرعة الأستاذ مصطفى البراوي. مكتب إدارة التطوير والجودة بالجامعة الأستاذة رؤية محمد علي. مكتب عميد الكلية الأستاذ حسام حافظ. مسكوا ختام التكريم. مسك ختام التكريم هو مع من تحمل المسؤولية: ربان السفينة، قائد الكلية، من يستحق منا كل التقدير والاحترام، السيد الأستاذ الدكتور إبراهيم محمد فارس عميد الكلية. نسجد له شكرا أن أحيانا لتقر أعيننا بهذه اللحظة، لحظة الفخر والتتويج، لحظة الاعتماد. شكرا لكل ضيوفنا، شكرا لكل من شرفنا اليوم. نستأذنكم 10 دقائق لإعداد القاعة لافتتاح الحدث القادم، مؤتمر الكلية الثامن. Yeah.
التلفزيون والصحف. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. السيد الأستاذ الدكتور ممدوح مصطفى غراب رئيس الجامعة، السيد الأستاذ الدكتور كمال جاد شاروبي نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، السيد الأستاذ الدكتور إبراهيم محمد فارس عميد الكلية، السيد الأستاذ الدكتور أحمد حسن وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، السيد الأستاذ الدكتور صابر محمد شكر سكرتير عام المؤتمر، أساتذة الأفاضل ضيوف الحفل الكريم، حللتم أهلا ونزلتم سهلا. لا أملك أن أقول لكم ترحيبا إلا لو علمت الدار من زارها فرحت واستبشرت وباست موضع القدم وأنشدت بلسان الحال قائلة أهلا وسهلا أهل الجود والكرم. الحضور الكريم، معذرة، ذابت الكلمات بحرارة حضوركم وانصهرت رياحين الترحاب بوجودكم، فإن كان الكلام عنوانا للترحاب فصمتي عن الترحيب بكم أوفى ترحاب. كعادتها تنظم كلية الطب البيطري حدثها العلمي الأكبر في حضور كوكبة من علماء الطب البيطري من أعضاء هيئة التدريس والسادة أعضاء المراكز البحثية المختلفة. نستهل فقرات الملتقى العلمي لهذا اليوم مع كلمة السيد سكرتير عام المؤتمر السيد الأستاذ الدكتور صابر محمد شكر. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى صحبه أجمعين. وبعد، اسمحوا لي أن أرحب بكل الإخوة الزملاء والسادة الحضور، وعلى رأسهم السيد الأستاذ الدكتور كمال شاروبين ممثل جامعة قناة السويس في افتتاح من المؤتمر. واسمحوا لي أن أكون مختصر إلى أقصى الحدود في كلمتي، لأن حترك الكلمة للأستاذ الدكتور عميد الكلية بتفصيل. لكن اللي عايز أقوله إن المؤتمر السنة دي أو مع أصح حظي أنا كمسؤول عن المؤتمر أو أحد مسؤول عن المؤتمر السنة دي فوق الوصف، شعوري لا تتخيلون. مؤتمر بيتواكب مع يوم احتفال الكلية بالحصول على الاعتماد. الزملاء الأفاضل العلماء قاعدين في الصفوف الأولى قدامي، بنفخر كلنا كجيل بدأ الكلية إن احنا بنسلم الكلية لجيل تاني وهي على رأس كليات الطب البيطري على مستوى الجمهورية. ففخر فخر ما بعد فخر إن جيل أنشأ كلية، ولما جه هذا الجيل يوصل لمرحلة أساتذة متفرغين إدى الكلية على طبق من ذهب للجيل التالي. فضلوا كليتكم معتمدة مش مجهودنا احنا بس، لا، ومجهود كافة الناس اللي في الكلية من أصغر عامل للمعيد مدرس المساعد المدرس لكل الناس اللي فيه. معودة للمؤتمر، المؤتمر السنة تميز بحاجة جميلة جدا، وتحقيق كان صاحب فكرة دكتور أحمد حسن اللي هو مشاركة مع إحدى المجلات العالمية مع مجلة الكلية، وربنا كرمنا الحمد لله بعدد وافر من الأبحاث سواء هنا أو هنا. أنا مش هأطول عليكم، لكن هقول أهلا وسهلا بكم في رحاب الكلية، أهلا وسهلا بكم في افتتاح المؤتمر، وإن شاء الله بإذن الله أتمنى لكم إقامة سعيدة في شرم الشيخ في فندق اخترناه بعناية، فندق هيلتون شارك، أحد المجموعات الفندقية الشهيرة بمصر والعالم كله. وأنا متأكد إن شاء الله بإذن الله هتستمتعوا بالإقامة إن شاء الله بإذن الله. مرة أخيرة أشكركم وأشكر السادة الزملاء اللي موجودين على المنصة والأساتذة الكرام، وكل سنة وحضراتكم بخير. شكرا للسيد الأستاذ الدكتور صابر محمد شكر. الكلمة الآن مع السيد الأستاذ الدكتور أحمد حسن أحمد حسن وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث ومقرر المؤتمر. السلام عليكم. السيد الأستاذ الدكتور كمال جاد شاوبين نائب رئيس الجامعة، السيد الأستاذ الدكتور إبراهيم محمد فارس عميد الكلية زميلي وأستاذي الدكتور صابر محمد شكر، الزملاء الأفاضل الكرام، الحفل الكريم،
دعوني في البداية أحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجامع الكريم، إذا كنا قد احتفلنا منذ قليل باعتماد الكلية من قبل الهيئة القومية للاعتماد وتوكيل الجودة، فقد وضع ذلك على عاتقنا كلجنة منظمة للمؤتمر أن يكون مؤتمرنا هذا العام مناسبا لقدر وقيمة كليتنا المعتمدة محليا والتي نتجه بإذن الله تعالى لاعتمادها دوليا. فقد كان الفكر أن يكون المؤتمر مؤتمرا دوليا تشارك فيه دول مختلفة، ولذا كان البداية ما هو عنوان المؤتمر؟ فكان هناك سجال كيف نختار عنوان المؤتمر وما هو عنوان المؤتمر، واتفقنا أن يكون عنوان المؤتمر عالم واحد وصحة واحدة. وها نحن نقف مع إن شاء الله سنقابل علماء من 10 دول مختلفة مشاركة بمؤتمرين إن شاء الله رب العالمين. فكانت البداية قررنا الاتصال بالمجلة الأمريكية لعلوم الحيوان American Journal of Animal and Veterinary Sciences، والتي أشرف أن أكون أحد أعضاء هيئة التحرير لها. وكذلك اتصلنا بأحدى الشركات المنظمة العالمية للمؤتمرات، وهذه الشركة في أستراليا، وقد تم الاتفاق أن تدعم المجلة الأمريكية American Journal Animal and Veterinary Sciences تدعم مؤتمر الكلية. ولم يتم إغفال الدور المهم الذي تقوم به مجلة كلية الطب البيطري جامعة قناة السويس ليكون لها دور في هذا المؤتمر. ولذلك ستجدون حضراتكم في هذا المؤتمر بعض الأبحاث المنشورة بالمجلة الأمريكية وبعضها بمجلة الكلية، وذلك بناء على رغبة الباحثين. فقد تقدم للنشر بمجلة الكلية عدد 51 بحث، وكذلك عدد 48 بحث للمجلة الأمريكية لعلوم الحيوان. سوف يكون المؤتمر إن شاء الله ممثلا بالعديد من الدول، سيذكرها لكم الدكتور إبراهيم فارس إن شاء الله. فكان مؤتمرنا ممثلا فعلا عالم واحد وصحة واحدة، ومن هنا لا يسعني إلا أن أشكر كل من ساهم في وصولنا إلى هذا، والذي نعدكم إن شاء الله بالمزيد في المؤتمرات القادمة. الشكر كل الشكر للأستاذ الدكتور محمد أحمد محمدين رئيس الجامعة السابق. الشكر كل الشكر للأستاذ الدكتور ممدوح مصطفى غراب رئيس الجامعة، والشكر كل الشكر لقيادة جامعة قناة السويس والهيئة المنظمة للمؤتمر، والشكر كل الشكر للشركات الداعمة للمؤتمر. وفي ختام كلمتي أشكركم جميعا لحضوركم وتشريفكم لنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للسيد الأستاذ الدكتور أحمد حسن أحمد حسن. الكلمة الآن مع السيد الأستاذ الدكتور إبراهيم محمد فارس عميد الكلية ورئيس المؤتمر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على كل رسل الله. لا حل. تحية إليكم في بداية افتتاح المؤتمر العلمي الدولي الثامن لكلية الطب البيطري، وباسم الكلية ومجتمع الكلية أرحب بحضراتكم. حقيقة زي ما قال الأستاذ الفاضل الأستاذ الدكتور صابر والأستاذ الدكتور أحمد حسن، التايتل بتاع المؤتمر One World One Health، عالم واحد صحة واحدة. ولكن دعوني في البداية أن أرحب أستاذنا الدكتور كمال جاد شاروبين نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، نائبا على السيد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة في افتتاح هذا المؤتمر. تحية باسم الكلية نرحب بالأستاذ الدكتور جاد شاروبين. الحقيقة لابد أن نذكر بإجلال وإكرام صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية الذي ساهم في دعم هذا المؤتمر، الأستاذ الدكتور عمرو عدلي، وحضور الدكتورة شيرين إسماعيل عبد المعز عن الصندوق لتحدثنا في حديث
طوق عن الصندوق وكيفية التمويل بعد كلمة الأستاذ الدكتور كمال جاد شربيني. الحفل الكريم، اسمحوا لي أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى الزملاء الأعزاء وكلاء الكلية، الأستاذ الدكتور علي معوض أحمد وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الأستاذ الدكتور إبراهيم حسين إبراهيم وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب. أما زميلي الأستاذ الدكتور أحمد محمد أحمد وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث ومقرر عام المؤتمر، والذي بذل جهدا خارقا حتى نصل بهذا المؤتمر إلى تلك اللحظة وهذه الصورة المشرفة من مشاركة أبحاث دولية وأبحاث محلية. كما أتقدم بوافر الشكر والتقدير إلى أستاذنا الدكتور صابر شكر سكرتير عام المؤتمر ومدير المجلة العلمية بالكلية على كل ما قدمه في سبيل وصول المؤتمر ومجلة الكلية إلى ما نأمل به ونصبو إليه. فريق النجاح والتميز، الأستاذة الدكتورة سناء مختار النحلة، إنسانة لا تعرف إلا العطاء والنجاح والتحدي. كما أضيف أختنا والصديقة الأستاذة الدكتورة دانيا منصور، شعلة النشاط والتركيز والمثابرة التي دائما هذا الفريق فريق النجاح. تحية إليكم جميعا وتحية لمجهودكم وتحية لأسرة كلية الطب البيطري متمثلة في روادها وأساتذتها الذين يجلسون في القاعة. تحية إليكم جميعا، وأود أن أتقدم إليكم جميعا بالشكر والعرفان والامتنان لحضوركم وتشريفكم في هذا المؤتمر. وأخص في الذكر النقابة العامة للأطباء البيطريين ومديرية الطب البيطري والهيئة العامة للخدمات البيطرية وأعضاء هيئة التدريس بالكلية والعاملين بها وطلاب الكلية. كما أسجل ترحيبي وإعزازي بكل من حضر في القاعة في هذا الاحتفال وتلك الافتتاحية. لا بد أن نقدم التحية والتقدير إلى الزملاء الأعزاء أعضاء التدريس والسادة معاوني أعضاء التدريس والعاملين بالكلية على الجهد المبذول في حفل افتتاح المؤتمر وفي حفل اعتماد الكلية. ذلك اليوم الذي سيسجله التاريخ لنا جميعا الحقيقة لابد أن أذكر بإجلال وتقدير شكر وتقدير واحترام وإعزاز إلى الشركات الداعمة ومجالس إدارتها الذين لا يدخرون جهدا ولا مالا لدعم الكلية في كل ما تقدمه من فاعليات ومؤتمرات. ذلك لأنهم يؤمنون بالدور الذي تقوم به تلك المؤسسة الراهدة في خدمة المهنة وخدمة المجتمع. نعم، فحب هؤلاء يدفعهم إلى التطلع إلى أن تظهر تلك الكلية في أبهى صورة. أدعو الله أن يكتب هذا كله في ميزان حسناتهم، وأقول لهم جميعا أن الكلية لم ولن تنسى فضلهم. واسمحوا لي أن أسجل بكل إعزاز وتقدير أسماء هؤلاء أمامكم جميعا. بالتأكيد بداية نحيي صندوق العلوم والتنمية والتكنولوجيا المتمثلة في الأستاذ الدكتور عمرو عدلي. كما أتقدم بخالص شكري وامتناني إلى مجموعة شركات عثمان أحمد عثمان. كما أسجل اعترافا أمامكم بشركتين من أعظم الشركات التي تقف دائما ظهيرا لنا، شركة أطياب وأستاذنا وعضو مجلس كليتنا المحترم والفاضل والمهذب والخلوق الأستاذ عطيته أبو عرائي، الذي يعطي بسخاء وعطاء بلا حدود للكلية. تحية إلى هذا الرجل المحترم، تحية إلى كل ما قدموه لنا، تحية إلى كل دعم منهم. أسجل باعتراف إلى عضو من أعضاء مجلس الكلية شركة أدوية وأستاذنا الدكتور حسام طاهر، ذلك الرجل الذي تعودنا دائما أن يكون معنا في كل المؤتمرات بل في كل الفعاليات التي نؤديها ونقوم بها في هذه الكلية. شركة ديفار فلان، وهذه الشركة الذي أفخر وأشرف أن يكون رئيس مجلس إدارتها أحد خريجي هذه المؤسسة التي نشرف أن ننتمي إليها، الدكتور سامح الزغار
هذا الرجل الذي تضافر معنا في مؤتمر الكلية وفي حفل اعتماده، حتى أنهم سجلوا لنا تلك البانرز الموجودة خلفنا واللي موجودة أمامنا بالنسبة لحفل الاعتماد وافتتاح المؤتمر. تحية إلى شركة ديفارت لاب، أسجل بإعزاز وإجلال شركة دلتا فيت سنتر الدكتور حامد البنا، هذا الظهير لنا في كل فعاليات الكلية. شركة آيبكس العالمية الأستاذ علي راجح، معامل تحليل إسترا زميلنا وأستاذنا الدكتور شريف صالح. شركة الدقهلية للدواجن، تلك الشركة التي نشرف بأن تكون معنا في كل الفعاليات. تحية إليهم وتحية لمجلس إدارتها وتحية لمندوبيها، شرف لنا أن تشاركونا في هذه الفعاليات. تحية لشركة بيك سنتر للأجهزة العلمية، كل هؤلاء ظهير للكلية نشرف بهم ونرحب بهم في وجودهم معنا في كل ما نقوم به في الكلية من فعاليات ومؤتمرات وندوات. الكلية بكم ترتقي، بكم تتقدم، بكم تصل إلى ما نتمناه جميعا. الجمع الكريم، إذا كانت المؤتمرات تقام فيها الأبحاث العلمية، وإذا كان من أهم أهداف المؤتمرات العلمية هو نشر الأبحاث العلمية وتبادل الفكر والمعرفة فيما يتصل بعلوم الطب البيطري والثروة الحيوانية والمشاكل ذات الصلة واقتراح الحلول لها، فإن هذا المؤتمر لم يقف عند هذا الهدف، بل تعداه إلى ما هو أبعد وأرحم. فيجتمع العلماء أكثر من 10 دول من قارات عديدة، آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا، في شرم الشيخ هذه البلدة أو بلدة السلام المصرية، ليحضروا معنا هذا المؤتمر الذي يحق لنا أن نقول أنه فعلا وبالتأكيد مؤتمر دولي. أن يجتمع المؤتمر وأن يجمع المؤتمر عدد ما يقرب من 48 بحثا دوليا في مجلة دولية American Journal of Animal and Veterinary Science، وعدد 39 بحثا في مجلة الكلية، هذا رقم نشرف ونفتخر بوجوده في مؤتمرنا الذي ستكون فعالياته داخل الكلية وفي شرم الشيخ إن شاء الله، بإجمالي عدد ما يقرب من 88 بحث ما بين دولي ومحلي. مناقشة تلك البحوث العلمية وكيفية تطبيقها من أخطار الأمراض الوافدة والمشتركة، تغطية كل تخصصات الطب البيطري في المجالات الأكاديمية والعلوم المتصلة، إلقاء محاضرتين عالميتين من عالمين، أحدهما من أمريكا كلية الطب البيطري تسكيجي الأستاذ الدكتور جوغر ريدي، والذي سيتحدث عن النانو تكنولوجي والطب البيطري. الأستاذ الدكتور يوجا، وهذا الأستاذ من اليابان، والذي سيتحدث عن الطفيليات والأمراض المشتركة، وهذا في صميم التخصص بالنسبة للطب البيطري. سيتم في هذا المؤتمر التوقيع على اتفاقية تفاهم بين كليات الطب البيطري وكليات الطب البيطري جامعة تسكيجي في الولايات المتحدة الأمريكية، هذا بالإضافة للمعرض البيطري الذي كان في افتتاح المؤتمر. السيدات والسادة أعضاء المؤتمر، الحضور الكريم، دعوة من القلب مخلصة ومؤتمر ناجح وإقامة طيبة، الحفل الكريم مشاركا معكم وطالبا منكم دعوة المولى عز وجل أن نجتمع دائما في خير وأن نفترق على خير، وأن يكون جمعنا هذا لتحقيق أمل المجتمع من تنمية وتقدم. اللهم أبرم في مصرنا أمرا راشدا يعز فيه من أطاعك ويهدى فيه من عصاك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتوجه بالشكر أعتذر لأن احنا سقط سهوا، أن نشكر
شركة انترفيت ميديكال، ذلك الشريك الذي يشاركنا في كل ما نقوم به داخل الكلية. شكرا للشركة وشكرا لمجلس إدارتها وشكرا للقائمين عليها، حضورهم وتعاونهم وتفاعلهم مع الكلية اعتذار مرة ثانية، وشكرا لهم من القلب. شكرا. شكرا للسيد الأستاذ الدكتور إبراهيم محمد فارس عميد الكلية. الكلمة الآن مع السيد الأستاذ الدكتور كمال جاد شاروبيم نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. الزميل العزيز الأستاذ الدكتور إبراهيم فارس عميد كلية الطب البيطري، الأستاذ الدكتور أحمد حسن وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، الزميل الأستاذ الدكتور صابر شاكر سكرتير المؤتمر، السادة الزملاء أعضاء هيئة التدريس، الحضور الكريم، أهلا ومرحبا بكم في المؤتمر العلمي الثامن للطب البيطري. الحقيقة كنا سعداء في صباح اليوم باحتفال الكلية بالحصول على الاعتماد من الهيئة القومية للاعتماد الجودة، ونأمل إن شاء الله أن يكون هذا بداية الطريق للاعتماد العالمي. أنا بنقل لحضراتكم تحيات الأستاذ الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة، ويتمنى لحضراتكم مؤتمرا موفقا إن شاء الله. النهاردة بوادر اعتماد الكلية، وهو هذا المؤتمر العلمي الثامن، المؤتمر العالمي. يمكن كل المؤتمرات اللي كانت قبل كده كانت مؤتمرات شبه محلية، يعني يمكن فيها كان مشاركين من دول عربية ودول أجنبية، لكن النهاردة نقدر نقول إن احنا كلية الطب البيطري بتعمل مؤتمر عالمي تشارك فيه عدد كثير من الدول من خمس قارات أو من أربع قارات. في عندنا من آسيا عدد كبير جدا، من اليابان، من إيران، من الهند، من نيبال، في عندنا من أوروبا عدد كبير من الدول، في أيضا من أمريكا. نتمنى إن شاء الله أن يكون هذا المؤتمر مؤتمرا ناجحا وبداية الطريق للعالمية. طبعا اليوم فقط بنبدأ احتفالنا في بداية افتتاح المؤتمر. نتمنى لكل المشاركين إقامة سعيدة في مدينة شرم الشيخ، مدينة السلام، وأن يستمتعوا بالجو هناك، وإن شاء الله يكون مؤتمر ناجح وأن يصل إلى توصيات نافعة لوطننا الحبيب مصر، وأيضا توصيات تفيد المجتمع العالمي كله. وشكرا لحضراتكم. شكرا للسيد الأستاذ الدكتور كمال جاد شاروبيم نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. موعدنا الآن مع محاضرة مقدمة من صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية عن Funding Opportunities and Current Call for Proposals، تقدمها الدكتورة شيرين إسماعيل عبد المعز. أستاذ الدكتور ممدوح غراب لدعوته الكريمة، ورئيس جامعة قناة السويس، وأستاذ الدكتور إبراهيم فارس لدعوته الكريمة برضو. وأتمنى أن دايما يبقى في مصر في ناس عظمات زي حضراتكم بيهتموا جدا بأن هم يحسنوا من إنتاجهم العلمي ويطوروا من أنفسهم ومن معاملهم. بصفتي طبعا طبيبة بيطرية، أولا أنا منوطة بيا جدا أن أنا أكون مع حضراتكم النهاردة، فأنا أستاذ مساعد في المركز القومي للبحوث، وثانيا ان انا برضو بصفتي عضو في الاجاك معهد المركز الاعتماد الوطني، مجلس الاعتماد الوطني. اتمنى ان شاء الله ان كمان المعامل بتاعه حضراتكم تكون معتمده. وبالنهارده هتكلم مع حضراتكم بما اني حضراتكم وصلتوا للمرحله العاليه دي الممتازه دي على الفند بتاع صندوق العلوم التكنولوجيا بصفتي اوفيسر فيت اوفيسر في صندوق العلوم التكنولوجيا. أنا هقول المحاضرة طبعا كان المفروض الدكتور عمرو عدلي يكون مع حضراتكم النهارده، بس للأسف هو كان عنده حاجة ثانية فما قدرش يحضر، فأنا هقول on behalf of him about the Science and Technology Development Fund. طبعا كلنا عشان نقدر نقدم مشاريع أو نقدر نقدم أبحاث تبقى ترقى للمستوى النشري العالمي محتاجين فند، والفند هو المشكلة الوحيدة اللي ممكن تواجه أي باحث مننا. فصندوق العلوم والتكنولوجيا دون مالي منوط بأنه هو يبقى funding the projects اللي حضراتكم تحبوا أنها تتمول بكل الكاباسيتي اللي يقدر يعملها.
Actually, our Sanghul Alumni Technology, it is a toward building a knowledge of based economy. The Egyptian Ministry of Scientific Research has been taking ambitious action to strengthen the STI system in Egypt as a result of High Council for Science and Technology. And the STDF is established in 2007. It was established in 2007. And the team of the STDF contribute to build the capacity of researchers and research facilities and fund the higher caliber research projects, especially addressing the national requirements. Next, please. The STDF is one of the largest national R&D entities, and they are part of the Ministry of Scientific Research. It has nothing related to the Academy of Science and Research. The organization structure of the STDF is the exclusive director, Professor Dr. Ahmed Adni, and selection committee, as well as a technical evaluation committee, with other departments that are working to satisfy all the needs for the project. The goals given by the STDF includes many different categories. When you apply to them, you should know every code and what are the targets of the code and whether you are eligible to submit to that code or not. Many codes are opening as the basic and applied science research, the technology incubators, the national challenge, development and innovation, center of excellence, international collaboration, and targeted codes, capacity building codes. Next. For you to apply for any of these codes, you should first of all register on the side of the STDF, which is written downward here, and then after that download the application and fill the application. Don't ever leave any in the application form without filling it, because this will make you ineligible, and so the project will be totally rejected before any other step, although even it may be good. Okay, so first of all, you should fill the proposal on the form of the call that enters. Then after the evaluation cycle will start, you're going to have the ID for your project, which you have submitted online, not by hard copies at all. And then afterward, you are going to be tested for the eligibility or checked for eligibility. If you are satisfied, you're going to enter the peer reviewing. Peer reviewing, there is about 3 or 4 reviewers taking your proposal to be completely reviewed. Afterward, it enters to the tech evaluation, so to evaluate your technology. And then after that, if it is accepted, it will enter the selection committee. And if it is rejected, it will go directly to the boarding system to take the final decision. And if you are going to enter to the selection committee, afterward you are going either to be accepted or rejected. Actually, some cases we can't reject the project that we have, we make it conditionally accepted. So we send you the conditions on which, when you are going to fulfill these conditions, you're going to be accepted. So you should always be in link with the STDF to monitor the condition of your project. STDF actually has a success indicator as it surged in the international publication related to STDF project deliveries. Also, it surged in the patent filling related to the STDF projects, and it established a large number of centers of excellence in Egypt. For the center of excellence, we used to fund each center of excellence with about 100 million Egyptian pounds. From the success stories, we had about 31 Center of Excellence in Egypt funded by the STDF, as the Cairo University for the cancer part, the Children Cancer Hospital, another in the hepatology as Cairo University, and in the reintegrated medicine as Alexandria University, Mansouran University, and Zuwail City of Science and Technology. Also in the genetics, there is Cairo University and the National Research Center, cardiology, Dr. Magdi Yaqub Foundation of Aswan Heart Center, and others. There are lots, so I'm not going to waste your time by telling them all. Okay, STDF also has successful stories in development of an Egyptian CSP system in Cairo University, which is locally designed of electrical, panoramic, solar tracking, sophisticated system. These are all mega projects which need to be funded with millions, about 10 million and more.
for the SCDF grant, the basic and applied grant, it is actually one of the most important grants that we are forwarding you. We used to also to make the capacity building grants. It is available for everyone. Center of Excellence, it is targeting certain centers in Egypt. Not anyone could submit in this. International collaboration grant, it needs a partner from abroad. So you should have a partner before applying in this. Development and Innovation grant, incubator grants, and targeted grants. We have about 1,203 projects running and have been funded from the SDF, and they are allocated with a budget about 1,289 million Egyptian pounds. For the grants, the most of them which have been funded by the SDF is the capacity building, followed by the basic and applied, and then the center of excellence, targeted schools, and others. For the targets, the agriculture is one of the causes that you can have benefit from them. Also, the basic science, you can apply in it, and it is related to your career. Okay, this next please. Support, current SDF priorities is supporting the top-notch research projects that reflect the true potential and increase the visibility and talented Egyptian scientists, as in the form of energy, water, and of course for you, there is a food and agriculture and health. Preference will be given to the projects that physically and effectively tracks and solve national challenge or have a specific industrial problem. So you should target in your calls to solve a national challenge, actually have been top well known to all of us, or to have an industrial problem to solve it in your projects, which will be pushed by the SDF. Also making apparent awareness efforts with the industry entities. This is the first part, this is a general idea about the SDF, which is given, I said it on behalf of Dr. Am. But next I'm going to tell you about the opening calls that are now open in the SDF, and you should do your best to submit in it. From these schools, the faculty for factory, this is a need to have an industrial problem that you should solve it. It needs a collaboration between the researcher and the PI and the other factory that is going to take this project or prototype you are going to get in the final of the project and then to apply it. It is funded by up to 15,000 Egyptian pound per month. For about 2 years, not more than 2 years, the application for it. This will bridge and gap, enhance the collaboration between the academic and the industrial service sector. The second call that is opening now is the SDF support of scientific events, like here now. It is supporting the scientific events, and it has four categories. The first one is 10,000, the second one is 20, and 30, and 40, up to 50,000. It holds the minimal financial support that is needed for the holding seminars, forums, workshops, training courses, or conferences. The next one is the National Challenge Program, which is funded by about 1.5 million Egyptian pound, and the project will extend from 1 to 3 years. To fulfill an immediate and specific requirement of the country need and technology. And this needs to have a semi-industrial or industrial product. So you have your project to get finally a semi-industrial or industrial project, product. This is related, you should be related to the ministries and the problems that the ministries are facing, or the governorate's problem, to link with them to know how to solve this problem. Finally, the demand-driven program. The demand-driven was also funded by 1.5 million pounds for 1 to 3 years, the project, and it is encouraging the scientists to respond to the society need and market demand. So, to apply innovation and applicable solution to an urgent and pressing problem facing the society. This national, it is a part of the national challenge, so you should have a critical problem, and the national problem, so you should try to solve it by your project. Otherwise, it will not be accepted.
It also supports the transferring knowledge and technology to have an end user to apply this product that you are going to have. The PI should have a link with the with the beneficiary companies to be يعني capable to apply this project. Without having this industrial fund, you are not going to be satisfied. As for the project area of the national challenge program or the demand-driven program, yeah, which are concerned with the veterinarian, the aquaculture in the basic science, the microbiology, the agriculture, the biotechnology, fisheries, food, and veterinary medicine. These are targeting the veterinarian. Other targeted calls are, this is another call, completely it differs in the budget that it gave, it will be submitted to the project according to the justification you make. It it includes the sustainable food production, fisheries and aquaculture, and development of salmon. I think this all you can get fund from it. International collaboration, which are opening now, is a link between Egypt and France. And it had a joint research project funded with the STDF with 100,000 euro per project, and from the France side for 300,000 euro for the project. And it lasts for 36 months, 3 years. Another international collaboration is with the German-Egyptian Research Fund, which is funded with 200,000 project for about 2 years, or the German-Egyptian scientific project, which is funded with 20,000 euro per project, which is last for 24 months as well. Thank you so much. And if you had any question, you are outside, you can answer them all. Thank you. شكرا للدكتورة شيرين اسماعيل عبد المعز على المحاضرة المهمة. الآن نبدأ مراسم الأخرى. نقول أننا لن ننساهم، ولنثبت ذلك بأفعالنا نقدم التقدير لأحبائنا الأحياء في ذاكرة الكلية. نقدر بصدق من غادرنا حديثا منهم. نقدر السيد الأستاذ الدكتور رشدي فوزي السيد. يتسلمها بالنيابة عنه وعن أسرته الأستاذ الدكتور أحمد السيد. تحية لذكراه العطرة. نقدر أيضا السيد الدكتور محمد عبد الحليم مصطفى، تتسلم أسرته تقدير الكلية له. يتسلمها بنيابة عن أسرته ابنه هاني محمد عبد الحليم مصطفى. رحمهم الله جميعا. التقدير الواجب منا الآن للسادة رواد الكلية. السيد الأستاذ الدكتور إبراهيم عاشور. السيدة الأستاذة الدكتورة ثناء مختار النحلة. السيد الأستاذ الدكتور صابر محمد شكر أبو زيد. السيد الأستاذ الدكتور محمود عزة السيد. السيد الأستاذ الدكتور حمدي محمد عبد الوهاب. السيد الأستاذ الدكتور محمد مصطفى عبد السميع. السيد الأستاذ الدكتور عبد الرحيم أحمد الغنام.
السيدة الأستاذة الدكتورة فاطمة محمد غانم. يشرف الكلية أنه للعام الخامس على التوالي يحصد أعضاء هيئة التدريس بالكلية جائزة الدولة التشجيعية. الحاصل عليها لهذا العام هو الدكتور أحمد مسعد الشامي مدرس الفيروسات، يتسلمها نيابة عنا الدكتورة شهيرة عبد الفتاح. الدكتور محمد الشهيدي. الشكر الواجب منا ايضا للشركات الداعمه لحدثنا اليوم، شركه اطياب، شركه ادويه، صندوق العلوم والتنميه التكنولوجيه استاذ دكتور عمرو عدلي، الهيئه العامه للخدمات البيطريه، النقابة العامة للأطباء البيطريين، شركة ديفارت لاب، شركة بيك للأجهزة العلمية، شركة آيبكس العالمية، شركة انترميديكا فيت، شركة التقهلية مصر للدواجن، معامل أسترا الدكتور شريف صالح. شكرا لكم، تحية لكل الحضور. ان شاء الله دلوقتي في بريك مدته نص ساعة وهيبقى موجود فوق. السيشن الاولانية ان شاء الله هتبقى في قاعة المناقشات بعد نص ساعة بداية من دلوقتي ان شاء الله. بالنسبة للموظفين البريك عندهم عند امين الكلية. شكرا لكم، سعدنا بكم ونرجو ان نكون قد اسعدناكم وافدناكم. تحية لكم. محمد معروف.